السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج بالمختزل، وضيف مميز لهذه الحلقة السيد محمد صاحب الدراجي المستشار الفني لرئيس الوزراء. حياك الله سيادة المستشار، واهلا وسهلا بيك في رمضان كريم عليك. بالمختزل شكرا. رمضان مبارك وليالي رمضانية ان شاء الله ملؤها فرح وعافية وصحة لجنابك ولجميع العراقيين. ما ادري بجاك فني بجاك سياسة، شوية نبدي بيها لو فن وسياسة سوية باختصاصك وشوية نروح على السياسة. تحديد موعد زيارة لدولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السودان الولايات المتحدة الأمريكية، معناها ترتيب ملفات ويا أمريكا لو بيها مساوئ ربما تكون أخرى باعتبار قد تزعج بعض الأطراف، لو كلها راح تصب في مصلحة العراق من خلال ملفات الطاقة، ملفات المال، الملفات التعاون الدولي، ملفات إخراج القوات الأمريكية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولقناتكم الكريم على الاستضافة. أمريكا لاعب مهم بالعالم ولاعب أساسي في المنطقة، وهناك تاريخ من العلاقة بين أمريكا والعراق. أمريكا قامت باحتلال العراق، دمرت البنية السياسية مالته، ارتكبت أخطاء في العراق، قسم يعتبر هذه الأخطاء جت لصالح الشعب العراقي، قسم يقول لا هو احتلال واضح، ماكو احتلال إيجابي أبدا. ولكن تغيير شكل العلاقة وتأطيرها بالإطار الصحيح بدأ منذ 2011. هناك ملفات مهمة، أهم ملف هو خروج قوات الاحتلال اللي هي هسه تحولت إلى عدد قليلة جدا، ولكن المقصود هو هل هو عدد الجنود 3000 واحد مثلا في بعض القواعد اللي موجودة عندهم، ولا السيطرة على أجواء، ولا النفوذ الأمني والسياسي واحد. هذه مسألة. الأخرى الحرب ضد الإرهاب، هل الإرهاب انتهى بالمنطقة؟ داعش، مخيم الهول، تداعيات 7 أكتوبر وحرب غزة، التحالف الدولي ضد الإرهاب هل لا زال قائم أم تفلش؟ هذه كلها معطيات تتعامل مع الوجود الأمريكي في العراق، وموقف الحكومة العراقية واضح، المطالبة بإنهاء هذا الملف. ملف الاقتصاد مهم جداً في التعامل مع أمريكا، وخصوصا الملف المالي. تعرف يعني من العراق يبيع النفط يذهب إلى حسابنا في الفيدرالي الأمريكي، وعمليات التحويل إذا وقفتها السلطات الفيدرالية المالية في أمريكا تأثر كثيرا على اقتصادنا وعلى حركة المال وعلى الدولار اللي يجي للبلد والاستيرادات الخاصة بالبلد. هذه العقوبات التي تطال مصارف عراقية وتطال رجال أعمال عراقيين أيضا يجب أن تناقش. ملف الطاقة بالمنطقة، ملف الغاز، الملف البيئي والمناخ جدا مهم. ملف التعاون الاقتصادي بين العراق وأمريكا على مستوى عالي أيضا يجب مناقشته. الزيارة ليست زيارة لأجل الزيارة فقط، أنه يروح رئيس وزراء العراق يأخذ صورة ويا بايدن أو أنه زار أمريكا. وبعدين الزيارة فيها ملفات مهمة ومواقف ستحسم. طبيعة رئيس الوزراء العراقي سيد السوداني حازم وحاسم في المواقف. أبرز الملفات اللي راح تحسم بزيارة. هذني قلت لك هذني الأربعة. يعني ملف المال سوف يحسم. ملف المال سيحسم في هذه الزيارة المفروض. ملف تواجد القوات الأمريكية والدولية في العراق، ملف الطاقة والمياه، وملف المناخ نوعا ما. ملفات لا نقاش عليها، ما أخذها بحقيبة رئيس الوزراء وناوي على حسمها مع الجانب الأمريكي. أي نعم، الزيارة ليست لأجل الزيارة فقط، وإنما زيارة لأجل وضع إطار جديد للعلاقة بين العراق وأمريكا. زين،
ممكن ينجح السيد السوداني برفع بعض العقوبات عن بعض المصارف اللي هي بالفعل قد تكون غير متورطة بتهريب أو إلى ما آخره من التهم اللي هي سقت عليها؟ المصارف ترى مو معناها متهمة بالإرهاب لا سامح الله أو التهريب. أكو مصارف أسلوبها خاطئ، يعني ما تعرف تشتغل صح على المنصة، فهم يقول لك هذول يشتغلون غلط احنا ما لنا علاقة نوقفها. طبعا هو بالنتيجة هو ترى مو من حق أمريكا، بس هم لاوين ذراعنا موضوع هذا الملف، ملف انه فلوسنا موجودة عندهم وكل سويفتات العالمية تمر من خلال أمريكا، وهذا ما ينطبق فقط على العراق، ترى على غير بلدان أيضا ينطبق، يعني مو ماكو خصوصية للملف العراقي بالموضوع. احنا ايش نحتاج؟ نحتاج انه المصارف ايضا تشتغل صح، حتى تقوي موقف الحكومة في الدفاع عنها. المصارف لازم تشتغل صح، وانا يمكن لقاء سابق وياك قلت له انا هذا الملف من 2018 اقول انه هذا اكو طريقة المزاد مال العملة غلط راح يوقعنا بمشاكل، فللأسف وقعنا بسلسلة من المشاكل الان انا اعتقد مسيطر عليها. نعم اكو فرق بين سعر السوق وسعر الصرف، وهذا كان موجود حتى قبل 2021، فأعتقد الآن هذا الملف هدأ وماكو له تأثير على الشعب العراقي. بس ممكن نذهب يعني بعد زيارة السيد السوداني، ممكن هذا الفرق بين السعر الرسمي والموازي تعرف كان نمرة نمرتين أسهل، أي مو تعتمد على أيضا على أدائنا المالي كمصارف وعلى توسع عدد المصارف اللي تشتغل صح. بالنتيجة الأمريكي ما يقدر يقول لك يعني لا أنا أتعدى عليك إذا أنت تحاججه بأداء صحيح مصرفيا. هاي جملة الدينار أقوى، الكلمة المشهورة للسيد رئيس الوزراء، تعتقد مثل ما يقول بعض ما أدري أسميهم خصوم، بعض المنتقدين للأداء الحكومي يقولون أنه ربما استعجل السيد رئيس الوزراء بإطلاق كلمة الدينار أقوى، لو بالفعل هو كان واثق من خطوات تمشي بها الحكومة باتجاه جعل الدينار العراقي أقوى، يعني كان المراد أو المتوقع أن يوصل إلى 200. لا ما هذه بعض الإجراءات كان طفر الدولار إلى 200، لكن الآن إحنا يعني نشوف الدولار مسيطر عليه بالأقل من 150. بدأ ينزل هذا النزول مستمر؟ يعني هو أنا أعتقد يستقر على 48-47 مثل ما كان، كان بالف ومئتين ذات ذكر قبل ما يصير 1450 كان بالف ومئتين وبالسوق بالف وخمسمية صح؟ هسه ب 1320 وبالسوق 1480، فالفرق الان اقل من الفرق اللي كان قبل 2023 عفوا قبل 2021 قبل ما يتغير سعر الصرف يصير 1450. فاعتقد ملف مسيطر عليه نسبيا. زين، فعلا العراق يعاني من ازمه سيوله ماليه؟ لا، السيوله منين تجي؟ السيولة تجي من نبيع نفط بالدولار، هذا الدولار لازم يتحول إلى دينار. شلون يتحول إلى دينار؟ عن طريق المصارف اللي تشتري الدولار من البنك المركزي وتلم دينار من السوق وتطيه للبنك المركزي حول الوزارة المالية. هذه السيولة تنسحب وتتوزع على شكل رواتب ومشاريع. هسه أكو تلكؤ معين في السيولة، هذا من جراء انتظار جداول الموازنة وليس هناك أكو مشكلة في السيولة. هذا تصحيح مهم طبعا، أنه البعض يعتقد أنه هذه الأزمة كانت من جراء عدم توفر سيولة، لكن بصراحة هي بانتظار وزارة المالية وقفت الصرف بانتظار اعداد جداول الموازنه ل 24، لانه الموازنه 23 24 25 ثابته ولكن جداولها متغيره كل سنه، كل سنه يتم التصويت عليها مجلس النواب. احنا ايش نحتاج؟ نحتاج الثبات على طريقه تحويل صحيحه حتى ما تصير ازمه، لانه شو وقت تصير ازمه السيوله؟ اذا توقف
تحويل الدولار إلى دينار. شلون يتحول عندنا الدولار إلى دينار؟ من ياخذ رجل الأعمال الدولار من المصرف اللي مشتري الدولار من البنك المركزي، ايش راح ينطي بمكانه؟ راح ينطي بمكانه دينار، فيوفر سيولة لوزارة المالية. إذا توقفت هذه التحويلات فرجل الأعمال يقول لك إذا أنت ما تحول لي أنا أجيب بضاعة، الدولار مالي أخليه عندي وما أعطيك دينار. يعني الدينار عفوا الدينار يبقى عنده وما أعطيك إياه، ما أريد دولار لأنه أنت ما راح تحول لي إياه أجيب بيه بضاعة. فإذا ما تحول لي أنا أعطيك دينار وأنت تنيمة عندك شهرين ثلاثة ما أنضيك، أضمن لي التحويل. طيب هاي عملية التحويل من يضمنها؟ المصارف الوسيطة اللي تدخل فيما يسمى مزاد العملة اللي هسه تسمى المنصة لشراء الدولار من البنك المركزي. زين، مجلس الوزراء اتخذ قرارات صارت ردة فعل قوية بالشارع بين مؤيد وبين رافض، والأكثر يعني سبب ربما نوع من السخط لدى المواطنين هو ارتفاع رفع سعر البنزين. ذكر جنابك هذا الموضوع مو جديد، أعتقد بالموازنة تم إيقافه، كانت بزمن حكومة الكاظم أعتقد، تذكر انه رادوا يسوون 850 ولهم رجعوا 650. بالاخير رفع سعر البنزين المحسن والبنزين السوبر، هذا شلون ممكن واحد يفسره هو بمصلحة المواطن العراقي؟ يعني هي اكو حزمة قرارات اتخذت. ليش التركيز بالعالم؟ يعني ليش ما ركز الاعلام على قرار كلش مهم اتخذ اللي هو تقليل الدين العام؟ احنا لغينا بعض القروض، يعني الحكومة لغت بعض القروض وقللت الدين العام لأقل من 10 مليار دولار بموازنة 220، يعني تقريبا 160 مليار، وديننا العام 10 مليار، يعني الكلي مال كل هاي السنين. فمعناه انه الناتج المحلي مالنا، يعني الدين مالتنا اقل من 10% من الناتج المحلي، فهذا يدل على انه اقتصاد جيد. نجي على هاي الاجراءات، هذا الاجراء بشقين. الشق الاول انه بصراحه البنزين المدعوم، اي سلعه مدعومه، البنزين، الدول، الحنطه، هذا كله تهرب. اي شيء مدعوم يهرب. البنزين جدا غالي، البنزين لتر ماله هسه بالعالم دولارين، دولارين وشويه اللتر، احنا عندنا باقل من نص دولار، فعمليه تهريب مستمره. اثنين، من المستهدف من هذا القرار؟ ترى مو المواطن البسيط، السيارة البسيطة مستهدف، السيارات أصحاب الدخل العالي اللي يخلي سوبر ومحسن هي أصحاب الدخل العالي، أما المواطن العادي ما متضرر منه. نسبة بيع السوبر والمحسن، يعني المحسن والممتاز، فقط 15% من كل البيع للبنزين بالعراق. طبعا هذا البنزين للأسف مستورد. يعني احنا هنا نقول لازم احنا نكتفي ذاتيا من انتاج البنزين، راح ينزل سعره حتى المحسن والممتاز. هذا الجانب الاقتصادي. الجانب الآخر الفني هو بصراحة زيادة عدد السيارات بالعراق بطريقة غير منطقية. عندنا 8 مليون سيارة بالعراق، احنا عندنا 3 مليون عائلة، ليش؟ خلينا نقول 40 مليون بالعراق حسب وزارة التخطيط، تقول انه العائلة العراقية المعدل سكانها 5.6، اذا نقسم ال 40 على 5.6 قد تطلع تقريبا قد، يعني فد دا نقول 6، 40 تقسيم 6 تقريبا 6 ملايين. تمام، 6 ملايين، عندنا 6 ملايين عائله ب 8 مليون سياره. بعض العوائل عندها اكثر من سيارتين وثلاثه. زين، هذا الزحام اللي دا يصير مع المشاريع اللي دا تقام، اكو زحام مو طبيعي بالبلد. فهل نرجع الزوجي والفردي؟ هم الناس ما راح تقبل. قلنا انه احنا خلي نشجع الناس على يعني استخدام النقل العام اولا، ثانيا اعطوا مميزات للي يستخدمون النقل العام، تغيير اوقات الدوام تجريبيا لمده 3 شهور، هذه كلها حتى نخفف الزحامات الى ان تنفتح مشاريع فك الاختناق. بس بالاخير سياده المستشار،
منع التهريب أولى من زيادة أسعار البنزين. أكو محركات تستخدمها الناس لسيارات بسيطة، سمارد أقول أسويها دعاية للسيارات، بس تعرف السيارات اللي أسعارها $10,000 $12,000 المحركات الجي دي آي اللي ما تمشي خطوة واحدة بدون البنزين المحسن. وهذا هو هم موظف، يعني هو مو تاجر، هي مو صاعد سيارة فلانية والسيارة الفلانية بالأخير أثر. أقول لك قد نسبة الزيادة من 650 إلى 800، يعني إذا سيارة 50 لتر 10,000 دينار. لا 20%، فممكن أن تعالج بأنه يقلل من طلعاته بالسيارة 20%. فعلا أصبح عدد السيارات غير منطقي. يعني شنو الإجراءات اللي ممكن أنه واحد يسويها حتى يقلل الزحام؟ أي إجراء تتخذه راح تقب عن الناس أو راح يلاقي سخط. فلذلك أكو إجراءات عصفورين بحجر، هم اقتصادية وهم تقلل الزحام وهم يراجع. يعني ما هو مو قانون مو قرآن، قرار يراجع من يخف الزحام، من نكتفي ذاتيا من البنزين المستورد، يعني من البنزين. سؤال، ما يتضارب مع قانون الموازنة اللي منعت زيادة الأسعار البنزين بقانون؟ ماكو القانون هاي صلاحيات مجلس الوزراء. زين، هذا يقودني الى الوضع السياسي. طب بنصل للوضع السياسي حتى نروح للصناعه وعملكم بالصناعه والقروض والتفاصيل العمل اليوميه اللي تقوم بها جنابك الكريم. اتخاذ قرار بهيج وقت، حديث عن انتخابات مبكره، حديث عن تقليل المقربين من حكومه السيد السودان يشوفون تقليل حجم الانجازات للضرر بشكل مباشر ربما على مستقبل السيد السوداني السياسي. تعرف يقللون من حجم الانجاز، يقول لك ها ما سوى شيء، ها ما ادري شنو. هاي التفاصيل اللي نسمعها بالسوشيال ميديا، نسمعها من حتى من بعض الشخصيات السياسيه. اي هو هذا صار 20 سنه من وصل العراق لهالوضع، غير هاي التجاذبات السياسيه والتسقيط السياسي. اللي يشتغل ما يطول مجال، معروف بالعراق القوى، بعض القوى السياسيه هي اعداء الناجح. انت بس تسوي منجز، ها شنو هذا راح ياكل الجو، فحالة طبيعية. بس الفرق الوعي عند الناخب تغير، الوعي المجتمعي تغير بعد ما تاكل عدة الطائفية والقومية وهذا راح يكتني إذا ما انتخب هذا. وما تشوف من اللي عنده منجز تروح تنتخب. ما أعتقد أنه من المناسب العودة إلى التجاذبات السياسية من أجل مكاسب انتخابية وتقليل من حجم الإنجازات. أنت حتى إذا تقلل من حجم الإنجازات، المواطن دي يشوفها بعينه لا مو دي يشوفها. هي ماكو سوف وس لا دي يشوف هنا جسر، هنا بناية، هنا قوة قرار، هنا منجز معين. لا تبخس الناس أشياءهم. أعتقد أكثر فترة استقرار سياسي واقتصادي السنة الماضية، من رمضان الفات إلى هسه، مع كل التحديات أكو فترة استقرار نسبي، ماكو طلايب بالبلد. هسه على مود الانتخابات يريد يرجعون الطلايب، جزاهم يعني جزاهم الله ما يجزيهم. خلي البلد شوية يستقر. ما هو إحنا حصلنا من فلان يحكي على فلان وفلان يشتغل ضد فلان، وهذا حصلنا إنه بلدنا تراجع مئات السنين إلى الوراء وفشلت التجربة الديمقراطية وفشل صحيح حقيقة أكو فشل بالنظام الديمقراطي، والشعب العراقي فقد الثقة بالنظام السياسي اللي ما بعد 2003. الآن أكو بوادر لاستعادة الثقة وبوادر رضا شعبي دا أشوفها، مو قاعد ويا سامر جواد لو قاعد في مع نواب او مسؤولين، لا والله من اطلع بالشارع، من اقعد مع الناس، مطعم مضيف حكي، اكو نوع من الرضا النسبي والانتظار بتفاؤل لما ستنتج من انجازات لهذه الحكومه. هو هذا اللي خلاهم يقولون انتخابات مبكره الجماعه، هذا الرضا عند الناس اللي ومنو قال انتخابات مبكره؟ والله هواي كتل سياسية تقول انتخابات مبكرة. واحد السيد المالكي مثلا يقول انتخابات موجودة في البرنامج الحكومي للحكومة وهو عدة تحفظات عليها،
نص تصريحه، لكن اذا طرحتها باقي الكتل فماكو مشكله، نتوكل على الله ونسوي الانتخابات المبكره. اي اذا طرحتها باقي الكتل. السيد الزرفي يقول لا، احنا خصمها، يقول نهايه السنه لو بدايه السنه الجايه انتخابات مبكره وماشيه. اقول هو هذا من يحدد الانتخابات المبكره؟ الكتل السياسيه من يحدد؟ اي رحم الله وليك. اذا هي اتفقت ورادت ف هذا بعد، هي هذا نظامنا ديمقراطي وبرلماني والحكومه تنفذ ارادات الائتلافات الحاكمه. اما اذا ماكو اتفاق عليها فبعد هي مو مساله حكي. بعدين انتخابات مبكره شو وقت يعني؟ هي المفوضيه ايش قد يراد لها على ما تخلص انتخابات اقليم كردستان؟ يراد لها ايضا اقرار القانون الانتخابي اللي يريدون يسوون به تعديلات. اذا سووها يعني خليني نلقى هسه رئيس مجلس نواب اول مره وبعدين نسوي انتخابات مبكره. المفوضيه هم يواجههم، لان المفوضيه تعرف مددها وعملها، مددها وعملها وهذا، فهاي الشغله تلزق. والله انتخابات مبكره تلزق. ما تصير، ما ترهم بعد يعني، بس مو ضد اذا واحد يريد، اذا القرار السياسي للبرلمان والكتل السياسيه الممثله بالبرلمان العراقي تريد انتخابات مبكره، هذا من حق اعتقد الحكومه تنفذ. سياده المستشار مستمر وياك بالحديث، لكن خلينا نروح الفاصل قصير بعدها ونتابع البرنامج. من جديد اهلا بكم مشاهدينا الكرام بالقسم الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، وضيف حلقتنا السيد محمد صاحب الدراجي المستشار الفني لرئيس الوزراء. قبل الفاصل تحدثنا بانتخابات مبكرة وتحدثنا بهواي تفاصيل، وأيضا جاء ذكر الإنجازات. السيد خليني أقرأ لك هذا التصريح، أنت ذكرته بشكل يعني عرجت عليه بأنه ربما تكون ضعف في السيولة النقدية بسبب جداول والتاجر وكذا، لكن السيد محمد نوري عضو اللجنة المالية يقول لا توجد كتلة نقدية في العراق والكثير من المشاريع توقفت جراء نقص التمويل. هذا عضو لجنة مالية برلمانية، بالتالي شو راح يقدر السيد السودان استمرار بمشاريع وهو كتلة نقدية ما عنده؟ منو قال كتلة نقدية؟ السيد محمد نوري عضو اللجنة المالية. كتلة نقدية بالعراق ماكو؟ ايه الكتلة النقدية الموجودة بالعراق عالية جدا. اتمنى الأخوة باللجنة المالية يراجعون هذه المعلومات. لأنه شلون ماكو كتلة نقدية؟ لعد هاي فلوس النفط دا تنباع وهذا التحويل، والنقد الموجود عند المواطنين هذا وين يروح؟ دورة رأس المال شلون هذه؟ لا اعتقد انه الكتله النقديه ما هو هذا موجودة. المشكله انت ذكرتها في حلقات سابقه، حتى عندما كنت باللجنه الماليه استاذ محمد ذكرت اكو مشكله كبيره بانه النقد هو مو موجود بالمصارف، هو النقد موجود عند المواطن في بيته. اي فبالتالي صحيح. هاي مو كتله نقديه ممكن تداولها بالسوق وممكن تحرك السوق. لا شو يسوي ببيته؟ ما يصرف؟ ما يشتري اكل؟ ما يشتري ملابس؟ ما يشتري بنزين؟ ما هذا لازم يطلعها، لازم تتداور، والا شلون زين يعني؟ شنو الموظف هسه اذا عمي الموظف ياخذ راتبه ويضمه كله ماكو كتله نقديه شلون يعيش يعني مثلا؟ فهي العيشه مالته هي اللي تدور دوره راس المال النقدي. نعم قلت لك اكو مشكله في عمليه التحويلات. يعني خلينا نحكيها بلغه الارقام. احنا اذا نبيع بالشهر 8 مما قيمته مثلا 8 مليار دولار نفط، تمام، راحت صارت بحساب البنك المركزي، ايش قد منها يحول الى وزارة المالية كدينار عراقي؟ هو نفس المبالغ التي يتم تحويلها عن طريق المصارف من خلال منصة بيع العملة، تمام، صح؟ صحيح. نيجي نحسب ايش قد باليوم يبيع البنك المركزي؟ بحدود 300 مليون دولار. اضربها في 6 في 4.2 اللي يعني 6 ايام بالاسبوع، 6 في 4 ويومين 24، 26 يوم. يعني يوم يوقف 26 يوم اعتقد، يوم لو يومين يوقف، المهم خلينا نقول 25 يوم هيك فرضية. 25 في 300 7 مليارات ونص، يبقى نص مليار. وين هذا دا يزيد؟ يبقى بالرصيد الاحتياطي اللي هذا لازم هم احنا نفكر به. أنا أدعو إلى أن نفكر بطريقة للاستفادة من هذا الفائض النقدي لتحريك الاقتصاد والتنمية من خلال مبادرات من البنك المركزي للصناعة والزراعة والسكن.
هذا الفائض اللي مدى يجي ممكن انه احنا نشتغله عن طريق استيرادات بالألسي بالاعتمادات المستندية لاستيراد خطوط انتاج للصناعة او معدات مكننة زراعية او نقدر نجيب شوية من نكاش اذا اكو استيرادات للمواد الانشائية نفتح ننطي للمجمعات حتى ينطون باقساط مريحة للمواطن للسكن. فالكتلة النقدية اللي متواجدة هي ما يعادل قيمة التحويلات الدولارية للمصارف العراقية، هذه هي الكتلة النقدية اللي انت تقصدها. اما الكتلة النقدية المخزونة اللي يسموه الاحتياطي النقدي الديناري، هذه يضاف لها ما عد المواطن من مدخرات. بالدفع الالكتروني راح نقدر نطلع هذه الفلوس ان تروح للمصارف. بعض الاجراءات مثلا هسه اللي يشتري بيت ابو التسجيل العقاري ما يحول له الا يقول له روح جيب لي التحويل البنكي مالك من انت كمشتري للبائع الا عن طريق المصرف. يجي من يجي اللي اي عقار اكثر من 500 مليون اذا يجي واحد يريد يشتري يقول له لا ما حول لك ابو التسجيل الا تنطي تجيب لي الفيشة اللي حولت بها من مصرفك الى مصرف البائع. يجي البائع يقول عمي اعطاني فلوس نقد، يقول له لا ما نقبل، جيب الفيشة روح رجع دب الفلوس بالبنك حولها للبائع يلا. فبيج حالة صار سحب للكتلة النقدية، هاي احد الطرق. ممكن انه نفتح الشركات القابضة الاستثمارية لمشاركة الناس فيها، بس هذه يراد انه شيء موازي اسمه التأمين على مخاطر المشاريع حتى المواطن يعني يكون اكثر امانا للمواطن وفلوسه وين رايحه ومطمئن. يعني بعض الدول مثل الامارات من بدات تسحب هذا النقد كانت الحكومه الاماراتيه تنطي جارنتي تامين 80% من مبلغك، حتى اذا يفلس المشروع 80% من مبلغك يرجع لك. فقصدي انه يحتاج بعض الاجراءات الموازيه حتى نقدر ان صنع في العراق. السيد السوداني شعار حكومته صنع في العراق، احد شعارات الحكومه اللي نشوفها رددها اكثر من مره السيد السوداني، وتطوير الصناعه. تعتقد الحكومه بقدر هذا التحدي سياده المستشار؟ هذه مطلب وطني وليس فقط هذه الحكومه، حتى بعض الحكومات السابقه، بس هذه الحكومه جاده بها. صنع في العراق هو كرامة للبلد، صنع العراق هو مبدأ اقتصادي صحيح جدا لتقليل الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة. والآن الحكومة نسوي ما وسعها لهذا الموضوع، لأن أول مرة يمكن قاليها سابقا وأعيدها، أول مرة في تاريخ العراق الدولة العراقية من 21 لليوم أن الدولة الحكومة تعلن أنها ستكفل الصناعي العراقي او رجل الاعمال العراقي بضمان سيادية اذا راح جاب مصنع من دول اخرى، مو كانتاج يجي، لا يجيب خطوط الانتاج المصنع. الدولة راح تقدم كفالة سيادية بحيث اذا تلكأ الدولة هي تتبناه وتدفع بمكانه. هذا كله تشجيع لصنع في العراق. اكو كثير من المواد الاوليه اللي موجوده بالبلد اللي يحتاج لها مصانع حتى تتحول الى منتج نهائي، ده نستورده بالمليارات، السيراميك، الزجاج، الصناعات الغذائيه، الصناعات الانشائيه. واحنا نجحنا بموضوع السمنت من 2015 لليوم ماكو استيراد سمنت. ذاك ده شوف هسه اكو مصانع سمنت، كل مصنع سمنت كم واحد يشغله؟ ماكو اقتصاد بدون صناعه، ماكو اقتصاد بدون صناعة، وماكو صناعة بدون قطاع خاص قوي. أي نعم. لكن إذا لم يفعل القطاع الخاص والمصانع والمعامل، وعندنا 10 ملايين موظف يستلم راتب، الدولة لازم كل رأس شهر توفر له راتبة، وين رايحين إذا ما صارت هذه القصص؟ أعتقد أنه أفضل فترة للقطاع الخاص هي هالفترة، إذا ما استغلوها صح ما أعتقد راح تتكرر لهم. أيضا إحنا نريد القطاع الخاص الحقيقي، مو القطاع الخاص اللي يعتمد على
ياخذ الفلوس ياخذ له قرض مثلا يروح يشتري بيه شقق بدبي او بيروت وحظ الجماعات برا ويروحن بعدين لو ينزل سوقهم لو هذا ويظل هنا يبطمش وما يدفع القرض ماله. احنا نريد ننظم عمل القطاع الخاص. يمكن اذا اسوي لك حلقه ويا بعض رجال الاعمال راح يبينوا لك انه فعلا اكو خطوات جديه. كم مره رئيس الوزراء شخصيا التقى برجال الاعمال؟ ما يتحرج، واحنا هم ما نتحرج انه نلتقي برجال الاعمال. تعال شو تريد؟ شنو ناقصك؟ احنا نسوي لك اياه، احنا نساعدك، احنا لهذا. الحرام لا تصير من السلطان لا تخاف. احنا بالاعلام بعدنا ما عابرين هاي المرحله بصراحه كاعلاميين، خاف نلتقي برجال الاعمال. ليش؟ لان بس تلتقي بيه قال لك ها شدك ويا فلان، ليش قاعد شنو عدو؟ رجل الاعمال دقيقه، هو مو عراقي، مو ابن الدوله، مو ابن العراق. هسه انت مو تلتقي بمدير عام ووزير ووكيل وزير وبرلماني. زين كم برلماني عندنا الان هم اساسا رجال اعمال؟ شكو بيها؟ يعني ليش من صار بالبرلمان تلتقي بيه؟ قبل ما يصير بالبرلمان ليش عيب تلتقي بيه؟ لا مو صحيح. رجال الاعمال هم ابناء البلد وهم القطاع الحقيقي اللي يبني الاقتصاد. الان احنا نحاول نسهل لهم، هذا اللي يسوي له مصنع صح راح يربح مثلا، بس كم بيت راح يفتح؟ اللي يسوي له مشروع كبير كم عراقي راح يشغل؟ احنا لازم نطلع من عقلية الوظيفة العامة. بعد الموازنة ما تتحمل صدقني، يعني حتى تعيينات صارت في بداية هذه الحكومة هذه من أجل الاستقرار السياسي لا أكثر ولا أقل. فديوم احنا شلون هذا يقول لك بلغت القلوب الحناجر بالإحدى السنوات بال17 وغيرها، انه رواتب ماكو للدولة. بال20 صارت حكومة مصطفى كاظم بدايتها صارت ما تدفع رواتب، رواتب ماكو. بالحكومة العبادي سيد العبادي صار اقتراض من الجهات الخارجية بس تسد الرواتب حتى. فما نريد هذه تتكرر عندنا. يعني هسه الله مفضل علينا بأسعار نفط معتدلة. إذا خفض سعر النفط وفضت مال روسيا وأوكرانيا، فضت غزة والبحر الأحمر، فضت غزة ورجع النفط للثلاثينات والأربعينات، يعني وضعنا يصير راح نرجع نستخدم الاحتياطي، يعني ماكو مشكلة. بس مو صحيح راح يعجز العراق إذا نزل سعر النفط، هل سيعجز العراق عن توفير رواتب؟ لا عندنا احتياطي جيد جدا بالمركز، نجيب من الاحتياطي نطي رواتب، بس مو صحيح. يجب أن نقلل الإنفاق العام ويجب أن ندعم الاقتصاد بموارد أخرى غير النفط. النفط ما دايم يا أخوان. هسه احنا ليش بس وكلني اليوم وجوعني باكر؟ غير نفكر بالمستقبل، غير نفكر باستقبال أجيالنا، يجب أن نبدأ بمشاريع تنموية، بتقوية القطاع الخاص، بتغيير شكل الاقتصاد. احنا لحد اليوم للأسف ما عندنا مذهب اقتصادي واضح المعالم. فلازم نوجه اقتصادنا بطريقة. ليش ما يقول اقتصادنا حر؟ اقتصاد حر؟ ما تعرف الاقتصاد الحر؟ تعرف لي أنا ما أعرف. ما كنت حكي شنو اقتصاد حر؟ شنو يعني اقتصاد حر؟ هو حشاك نص اللي يحكون بيه ما يعرفوا شنو معناه. ماكو شيء اسمه اقتصاد حر. اقتصاد حر وعندك ضرائب وقمرق و10 مليون لا 8 مليون راتب ما بين تقاعد وموظيفه ورعاية اجتماعية. اقتصاد الحر يعني اقل عدد من الموظف. تعرف امريكا ايش قد تعدادها؟ 300 مليون تقريبا. كم موظف بيها؟ 3 مليون. اي كل امريكا 3 مليون، انا مسؤول عن كلامي. كل امريكا اللي 300 مليون 3 مليون، يعني ايش قد؟ 1%. احنا ثلث الشعب لا ربع الشعب تقريبا ياخذ رواتب من الحكومه. عندنا 8 مليون وعندنا مثل ما قلنا نرجع للسيارات. قد قلنا كم عائلة؟ 6.5 مليون عائلة عندنا، بس عندنا 8 مليون راتب يندفع. فإذا نجي بالمعدل يعني كل عائلة راتب وثلث بيها. هسه أكو توزيع غير عادل، أكو ناس ما عندها موظف، أكو عائلة كلها موظفين، الولد الأب والأم والأولاد، وأكو عوائل ما عندها موظفين. بس هذا جزئيا نفكر به. أكو سوء توزيع
وهذا اللي طرح فكرة سيادة المستشار، طرح فكرة تعديل سلم الرواتب، اللي يعني يقولون بعض الجهات، بعض الموظفين الكبار في وزارات معينة في أماكن معينة اللي رواتبها تختلف، تعرف أكو جهات رواتبها مثلا وزارة النفط وغيرها من الوزارات رواتب ومخصصات وامتيازات تختلف عن باقي الوزارات، وهاي الدعوة إلى تغيير سلم الرواتب، بالفعل حكومة قادرة اليوم على تغيير سلم الرواتب وإيجاد عدالة؟ المفروض أنه يتغير سلم الرواتب. عود ليش ليداوموا بمنطقة معينة هي كل شيء ما بيها أصلا مفتوحة، راتبة ثلاثة أضعاف زميلة اللي كانوا ياه بالكلية واللي عنده نفس الخدمة بس يداوم على بعد 50 متر من هذه المنطقة المحددة، وليش عود مثلا؟ لأنه هذا يداوم بإحدى الرئاسات، وإذا داوم بإحدى الرئاسات العدالة الاجتماعية حلوة. أضحكك، موظفي مطار، أي واحد داوم داخل مطار بغداد اللي مخصصات خطورة 500,000 تمام؟ اكو دائرة اسمها الهيئة العامة للأنواء الجوية، وين مقرها؟ يم التشيك بوينت. بس برا. اي ما لهم 500. ما لهم 500,000. في حين عندهم قسم يداوم داخل المطار، ايضا ما له 500,000، ليش؟ لأن محسوب على الدائرة اللي بصف التشيك بوينت. اي وهاي رؤى سلبية يعني. هذه هي المطار فيه. المنطقة الخضراء هاي من كان قبل الأمريكان وهاي الاستهداف الموظفين الحكوميين، هذا الحكي بال 2005 2006، هسه راح. ما يعني لازم اكو يصير تعديل في سلم الرواتب، يعني اكو مطروح داخل الحكومه له هذا الموضوع ايضا متعلق بخاف بزياده ماليه، يعني خاف يسبب نوع من عدم الاستقرار، تعرف ناس ما تسكت اذا دخلت من 25,000 وتنزل راتبه. هو منو اللي يتنزل راتبه؟ اللي هاي الاماكن اللي قلنا لها ماكو داعي بعد هاي الرواتب ثلاثه اضعاف راتب زين، بس ممكن نزيد راتب هذا ابو 300 و400، هذا الدرجه التاسعه والعاشره لحد الخامسه رواتبهم سحق بالتصنيع العسكري، لحد الان رواتبهم 400,000 كراوي ما تكفي. ف يعني ظلم التصنيع العسكري عندما تم حله بهذه الطريقه، طبعا كفر مو ظلم، كفر. كان المفروض، وهي هاي من اخطاء بريمر يعني اخطاء كبيره جدا، كان ممكن استعاده هذا القطاع مو الا بالصناعه العسكريه، بصناعات مدنيه، التصنيع العسكري كان يشتغل مدني وعسكري. انا اذكر يعني صح نوعا ما صغير بالعمر، بس اذكر بانه حتى ديسكات السيارات قام يسوي التصنيع العسكري. احسنت. هو ضربه كانت للاقتصاد العراقي، بعدين حتى التصنيع العسكري المنتجات العسكرية يعني مو عيب ولا كفر، كل بلد يحاول أن يصنع الأشياء اللي يدافع بها عن نفسه، ملابس، عتاد، مسدس، رشاشة، ليش لا ليش لا. بعدين ترى التصنيع العسكري كان فد مؤسسة عظيمة، مخرجاتها استغلها النظام السياسي سلبيا، قام يعارك ويعتدي على جيرانه، وهذا مو خلل بالمؤسسه، هاي خلل بالنظام السياسي، بس كمؤسسه فنيه كانت راقيه. كان ان يعني في الطموح انه نعيد هذه المؤسسه بصوره صحيحه، بنينا خليناها على السكه، ولكن مسدس بابل وهاجموك مثل ما قلت، مسدس الاقدار شاءت الاقدار وما وراء الاقدار. خلينا نوقف يوم ما وراء الاقدار ونروح الفاصل قصير بعدها ونتابع البرنامج. جديد، اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، رحب بكم بحلقتنا لهذا اليوم، وضيفنا السيد المستشار الفني لرئيس الوزراء الاستاذ محمد صاحب الدراجي. قبل الفاصل حكينا عن ايرادات بخصوص ملف معين، لكن خلينا اخذ جمله ومفرده الايرادات استاذ محمد الى شيء اكبر، وهي المصانع بالعراق. تعرف جنابك الكريم اكو اشياء يعني هسه ربما نالت تهكم في نهايات النظام السابق، بس هي اشياء وركيزه اساسيه كانت تشغل ناس ومعامل لها اسم كبير، معامل البتروكيماويات، المعامل الفوسفات، معمل الزجاج على سبيل المثال، معمل انا زرته بشكل شخصي، يعني مؤلم المساحه الكبيره، الاشياء لا توجد لحد هذه اللحظه توجد كراتين بيها زجاجيات مصنوعة بذاك الاستكان هذا اللي يرقل، اي هذا تتذكر التهكم اللي صار عليه. زين، العراق شلون يكتفي ذاتيا اذا ما يحقق مصانع بها طفرات نوعيه على سبيل المثال، مثلا مثل ما قلت الاسمنت كانت تجربه جيده جدا، والان العراق مكتفي ذاتيا بالاسمنت، شنو ابرز المشاريع بهذا؟ اعتقد انه الحكومه وضعت اولويات
في دعم بعض الصناعات من خلال الكفالات والضمانات السيادية. يمكن أول مشروع راح يكون هو مشروع زجاج، معمل زجاج أي في صحراء النجف. احنا عندنا مادة أولية كبيرة جدا للزجاج، فهناك نية أو أعتقد خلال أسبوعين يتم تمويل معمل زجاج جديد في العراق. البتروكيماويات بعد أنه شركة شل انسحبت من كل العالم في مجال البتروكيماويات، قررت الحكومة أنه تبني مجمع للبتروكيماويات، وجادة في أن يكون مجمع جديد للبتروكيماويات في البصرة. أيضا صناعات الإنشائية، سمنت الطابوق، حديد التسليح، أكو دعم كبير إلها، أكو إجازات دا تصدر تمويل في السماوة وفي الديوانية. الصناعات الغذائية جدا مهتمين بها، وأكبر أولوية الآن هي توطين الصناعة الدوائية، لأن إحنا نستورد أدوية ما بين قطاع عام وقطاع خاص بحدود 6 مليار دولار سنويا. فتوطين الصناعة الدوائية مهم جدا لتحقيق الأمن الدوائي ولتحقيق منافع اقتصادية للبلد وعدم تسرب العملة الصعبة. فمنطية الحكومة أهمية قصوى وأولوية في دعم صناعات الدوائية. كم إجازة مصنع ممكن أن تصدر خلال هذه السنة؟ يعني هي الإجايز هاي من اختصاص وزارة الصناعة. احنا نراقب عمليات تمويل المصانع. ليش؟ اللي يريد يسوي مصنع لازم يعني ينتبه، أو أهم ثلاث أشياء عنده: التمويل، الحماية، والتسويق. فأنت متوفرون لبداية التمويل. ماكو واحد يبني مصنع كبير لوحده، لازم يجيب ويا تمويل، إما قروض أو ضمانات. فإحنا نساعد المصانع الكبيرة في مسألة التمويل، مسألة حماية المنتج ماله، ومسألة التسويق. حماية المنتج أنه أنا ما أخلي الأجنبي ينافسه، لأنه العراقي مدى يقدر ينافس الأجنبي، لأن أكو سياسة إغراق من دول الجوار ودول أخرى غير جارة للسوق العراقي بالمنتجات. هم أنا أرفع لهم القبعة، يريد يمشي بضاعته برأس العراق، احنا لازم نتصرف، لازم نحمي اي منتج عراقي، نحميه من حيث الجودة، من حيث السعر. الصناعات الدوائية قادرة، هذه المصانع اللي ممكن توفرها او تمولها الحكومة، هذه المصانع قادرة على انتاج سلعة دوائية تضاهي الدواء؟ تعرف هسه تدخل الصيدلية اول سؤال يقول لك يا الدكتور او الصيدلي اللي موجود، عدي الاصلي وعدي العادي، شايفه جنابك اكيد شايفه، عدي السويسري ولو عدي الايراني لو الامارات احسن، شلون راح يدخل هذا المنتج وسط هذا؟ بس هم نفس الشيء، من يشتري باراسيتو يقول عندك ما سامره، بس الباراسيتو بس اي. فهذه هو كل شيء من ضمن سياسه. هسه يمكن ما تصدق، بس انت رجل اعلام لازم انت تصدق انه التسويق الاعلامي دائما العراقي مو زين والاجنبي زين. عود ليش العراقي مو زين ولا جرب؟ فانت هو نو هاو، عمليه فنيه تقنيه ومواد اوليه. اذا اكو صناعيين حقيقيين ليش من هسه اكو عصاير ولبن وهذا عراقي والله كل زين احسن من الاجنبي، بس هذا الضغط، الضخ الإعلامي والضغط السوق وتنزيل الأسعار للأجنبي هو اللي سوى سوق للأجنبي. بس إذا احنا نسوق صح ونحمي المنتج العراقي، ورجل الأعمال يكون صادق ونزيه في بضاعته، لها والله يمشي. فهي مو فد معضلة. يعني ليش عود يصير دواء زين بالإمارات وما يصير بالعراق؟ ليش يصير دواء زين بإيران وما يصير بالعراق؟ ليش يصير دواء زين بألمانيا وما يصير بالعراق؟
يعني ما تتدخل بها، اذا اكون صريح وياك، تتدخل بها ملفات الفساد الكبيره اللي نشوفها واللي نسمع بها، مو احكي كصحفي وكاعلامي، لا كمواطن تعرف انت تاثير الاعلام السلبي او الاعلام الناقد او الاعلام اللي يشخص الاخطاء تاثير قوي على المواطن العراقي، فبالتالي نقدر ننفي حالات الفساد الكبيره اللي صارت. لا طبعا، بس الفساد وين؟ بالقطاع العام صح؟ اي بس يقول لك هذا هم تتغاضى عن الجهات الرقابيه، هم يقولون مو اني تتغاضى عن الجهات الرقابيه. لا انا اقول لك التدقيق على المنتج العراقي اكثر من التدقيق على المنتج الاجنبي، والدليل الالبان، روح للبان ابو غريبان قايلها من قبل يدققون عليه لازم ما بي مواد حافظه، وباسبوع يتلف، يجي من غير بلد، يجي التركي مثلا او الغير بلد بي مواد حافظه يمشي 6 شهور، فمال ابو غريب 7 ايام ويخلص، مال ابو الخارجي 6 شهور. عد ليش المنتج العراقي ما بي مواد حافظه وتسمح للمواد الحافظه؟ فماكو عداله. نعم اكو حالات فساد، بس انا اقول هو انت اذا انت اعلامي وقناه مو حكوميه، قناه حره قطاع خاص، وتتجبجب انه تلتقي برجل الاعمال كانه المستثمر مستعمر، كانه رجل الاعمال حرامي لا سمح الله. ليش جبتها على الطرف يعني؟ فقصدي إذا احنا ندعم القطاع الخاص، هو القطاع الخاص راح ينافس روحه، راح ينافس الأجنبي، فوين يصير الفساد؟ إذا أبو القطاع الخاص يصنع ويفرض بضاعته عد يدخلون بضاعة أجنبية منافسة، وهذا هذه مرة مرتين. لا شلون يخلصني من هاي مال المواد الحافظة؟ هاي معمل ألبان ذكرناها، بس ربما تطبق عليه مواصفات تختلف عن المواصفات الأخرى. اي شوف شو راح تحمونه؟ ها أول شيء لازم الحكومة تتدخل. ثاني شيء هو هم رجل الأعمال راح تكون عنده القدرات على تسويق منتجه. أنا أقول لك شغلة الآن، إذا أنت تجيب معمل ألبان قطاع خاص ومعمل ألبان أبو غريب تقول له سوي دعاية بالتلفزيون بالسومرية، إيش قد تأخذون على الدقيقة؟ خلي نقول هل قد مبلغ؟ تعال إذا سوى أبو غريب وإذا وزارة الصناعة سوى الدعاية بالسومرية، ثاني يوم تلقاه بالنزاهة، ليش سويت بالسومرية مو بالعراقية؟ وليش أخذوا منك؟ وين العروض مالتك؟ أبو القطاع الخاص يسوي بالسومرية وبالشرقية وبالعراقية وبالهذا، يغزي السوق ما حد يقول له ليش؟ أنت شعلي كان أريد أعلن عن منتجي. فالدولة غير قادرة على إدارة مصنع، قادرة على تنظيم الصناعة، بس ما الدولة تدخل في إدارة مصانع على هذا المستوى مو صحيح، العالم كله عارف هذا الموضوع. غريب هو بعده عراقي لو راح الحال استثمار؟ والله ما عندي علم فعلا، ما عندي علم. اي سمعت مره انه الحال شركه تركيه، طبعا هو تدري علاقه العراقيين من ايام هذا البطل الحليب القديم بس اقول لك شغله، حتى لو اي واحد حتى لو مو عراقي ينتج داخل العراق انا اعتبره منتج عراقي. والله السومرية بصراحة أحكي لك إياها، وهاي سامحة من إدارة السومرية، واليوم أعيدها وبالجو حتى لو أورط إدارة السومرية، دائما دعمنا للإنتاج المحلي، تتعاملون بسعر الإعلان بشكل مختلف دعما للمنتج المحلي الحقيقي. والله جزاكم الله خير يعني. فهاي بسجلها علي وقول سامر قالها نيابة عن إدارة السومرية. جزاكم الله خير. بس هو شقد تقدر الدولة تحمي هذا المنتج من هذه الأشياء اللي قلتها؟ هسه تمويل وفرتوا لهم تمويل. حماية أكو في وزارة الصناعة مديرية أو قسم اسمه يعني حماية المنتج، وأكو قانون يحكمه قانون حماية المنتج، مثل ما أكو قانون حماية المستهلك، هذا مفعل يقدر كل واحد يحمي المنتج ماله. وأيضا التسويق لازم، أعتقد أنه أي مسؤول أي إعلامي لازم يفهم أنه صناعتنا هي هويتنا، انه احنا شوف انا وين ما اقعد باي لقاء اروج للصناعه العراقيه، لان هي اساس الاقتصاد، وادفع ثمن وينضغط وقايلها هواي بعد ما بدي احكي بيها، بس ابقى واقول انه احنا لازم اخر نفس ندعم الصناعه العراقيه سواء قطاع عام قطاع خاص. زين على مستوى المشاريع اللي يعني تخص المدن، مثلا مشروع مدينة الصدر على سبيل المثال، حتى انتقل للمشاريع الاستثمارية الأخرى واللي جاي نشوفها من هسه، أعرف هجمة مو هجمة بعث آخر، بس خلينا بمدينة الصدر. ايش بيها مدينة الصدر؟
ماشي الأمور. أعتقد أن الأخوة في أمانة بغداد يديرون الأمر الآن، وأعتقد يعني خلال قبل نهاية الشهر أو واحد بالشهر سيتم تقديم العطاءات لتنفيذ البنى التحتية لكل مدينة الصدر الجديدة. تم تأهيل 5 شركات صينية تحديدا لتنفيذ، واحدة منهن يتم اختيارها لتنفيذ المشروع، وأعتقد يعني خلال 2 شهر إن شاء الله تنزل الآليات على أرض الواقع ويتحقق هذا الحلم ويصبح حقيقة. وإسرائيل ما راح تمنع مثل ما يقولون؟ شنو؟ واحد من السياسيين مدري السياسية مرة قالت إسرائيل منعت التطوير في مدينة الصدر، خاف هم تتدخل وتمنع هذا التطوير؟ لا موجودين على ثوب إسرائيل. زين، الهجوم اللي يصير أسموه هجوم، مثلا السيد مصطفى سند معترض على سويرس واللي جاي، اللجوء إلى مستثمر عربي مستثمر أجنبي في بناء الوحدات السكنية، تعتقد فكرة جيدة صالحة للاستمرار بالعراق؟ شوف، اللي يجيب فلوس ويحولها إلى منشآت في العراق منين ما كان خليه يجي. ليش؟ لأن هو إذا بنى مجمع ماكو واحد ياخذ يشيل شقة لو بناية بجنطة ويطلع هي خارج العراق. الفلوس تنشال بجنطة بتهريب بتحويل، بس من صارت بناية هاي بعد، أو من صارت مصنع بعد خلص. هذه صارت بالعراق، فمنيد ما يجي خليجي، المهم يجي يذب بفلوسه، مو يجي ياخذ من عندي قرض وأرض ويبيع شو اسمه على المواطن. لا، خلي يجيب فلوسه، ننطيه أرض يجيب فلوسه، نتفق وياه على سعر ويبيع للمواطن بسعر جيد. هلبي ياخذ كان. احنا حتى بالسكن لاحظنا انه المشاريع الاستثماريه اصبحت خصوصا بعد توقف مبادره السكن، وانا عندي هذا تحفظ كبير على توقف هذه المبادره، مبادره الاقراض السكني، اصبحت في متناول الميسورين فقط. لذلك مثلا مشروع مثل مدينة الصدر، الدولة ستتكفل بالبنى التحتية كاملة، فسعره راح يكون مناسب لمتوسطي وقليلي الدخل، فهذا راح يوازن الكفة في بغداد. تعرف هذا أيضا تدخل في أزمة السير وعدد السيارات، إذا اتجهنا إلى أطراف المدن وبناء مدن جديدة أي راح نسحب يسحب الزخم من وسط العاصمة. هذا يقودني إلى سؤال، الدولة ممكن تفكر ببناء مدينة أو عاصمة للحكومة بالأطراف؟ يعني هسه دا يشتغلون على السكن، بس مثلا شنو مدينة الصدر الجديدة وراها راح تصير مدينة جامعية، 3 جامعات. حاول أنه دوائر الدولة والجامعات نطشرها في بغداد بصورة أفقية، من ركزها في أماكن أخرى حاليا، إلى أن قد يأتي يوم أنه تصير فد شون بتروجايا في ماليزيا أو 6 أكتوبر في مصر، قد يأتي يوم أنه نبني. أيضا نم البيروقراطية وغيرها، إحنا عندنا مساحات كبيرة جدا باتجاه البابل اتجاه أبو غريب فارغة ممكن أن تستغل، بس هاي البيروقراطية الوظيفية والتشكيك وكل ما سوي لك شغلة، يا يطلع لك موظف يعرقل يا يطلع لك واحد يشكك. من النتيجة المسؤول هم بشر، بس هسه زين أكو عندنا قوة قرار. ممكن هاي المصانع اللي تنطوها تمويل تفرضون عليها سيادة المستشار، بأنه بتعرف قبل كانوا يسوون مدينة بصف المدينة الفلانية، مثلا مال النفط، هاي دور النفط، هاي دور الاشياء اللي قريبه على المصنع الفلاني، بحيث هو يجي العامل هو وسكنه او الموظف هو وسكنه. اي هاي المدن الاقتصاديه. أي. اكو الان اعتقد في حطين محاولات انه تصير مدينه صناعيه ومعها مساكن، وبصراحه انا كنت وزير اسكان طرحت فكره التراخيص النفطيه اللي صارت، جولات التراخيص، طالبت بأنه كل شركة تأخذ حق النفطي تبني 10,000 وحدة سكنية تضاف على سعر البرميل. سمعوك هذا المقترح؟ لا والله، بوقتها نائب رئيس وزراء وزير النفط رفض هذه الفكرة، سيد حسين شرستاني أعتقد في وقتها. ما أتذكر منه، بس كان عندي مطلب وطالبت به بقوة، بس رفضت.
رفض بشكل قطعي. بشكل قطعي. ما اعرف حتى بلا اسباب، لا ما تصير وما نقبل. هي شيء. اي خوما راح اتعارك اصيح مجلس وزراء يعني طلبت بيها ما صار، شو اسوي لك؟ زين، شنو ممكن القروض اللي ممكن تقدم الى المصانع الجديده غير المصانع اللي ذكرتها جنابك الكريم؟ شنو ممكن على مستوى مصانع صغيره وخطوط انتاج صغيره حتى المواطن يتشجع ويذهب باتجاهها؟ هذه الحكومه والسيد رئيس الوزراء يفكر جديا باطلاق مبادره للمصانع. احنا المصانع الاستراتيجيه الكبيره قلنا اللي ممكن ان تمول خارجيا احنا نعطي عليها ضمانات سياديه مكان التمويل الخارجي. ممكن انه تطلق مبادرة صناعية لبعض المشاريع الصناعية الصغيرة او المتوسطة من خلال قروض بفوائد معتدلة وتقليل او تغيير نمط الضمانات حتى نحرك الاقتصاد ونسوي تنمية صناعية بالبلد. فاكو شيء مبادره شو وقت تقريبا تنطلق؟ ما اعرف يعني يحتاج شغل ويا البنك المركزي ويا زين. هاي قروض الاسكان ليش تم ايقافها؟ انت قلت عندك تحفظ عليه سياده المستشار، خصوصا بصراحه كصحفيين كقناه بشارع بمكان دائما يطلبون مني من نركز، لان تعرف هذا اللي يريد يبني اللي يريد يتوسع يعني. والله هذا ممكن انه في اليوم تستضيفون البنك المركزي اي ويصير فتحوار معه بهذا الاتجاه، لأنه نحتاج إحنا إعادة العمل بموضوع القروض السكنية. قطاع السكني يشغل عشرات المهن، يشغل عشرات المهن وعشرات المصانع همين. أي أي وعشرات المصانع ويحل أزمة السكن. احنا لازم يعني هو انفتح مرة واحدة تذكر؟ أي يعني وزعوا مرة واحدة. احنا بالسكن لازم يصير سعر الإيجار أو القسط لا يتعدى ثلث راتب الموظف أو ثلث دخل العائلة عفوا. هاي القاعدة كون نفهمها. لما نوصل أنه سعر القسط مال البيت أو الإيجار يعني كلفة السكن للعائلة لا تتجاوز ثلث دخل العائلة، يعني احنا وصلنا إلى حالة الاستقرار السكني. فلازم نعمل على هذا الهدف من خلال تقليل الفوائد. احنا كل ما نعطي قروض تنبني مجمعات اكثر. هسه اكو في شيء تطور جيد جدا بالمجتمع العراقي، انه بدا يتقبل العمودي بالضبط. قبل انا من كنت وزير اسكان توسل اللي قاعد بشقه، هسه واسطات دق على بسمايه بس اعطونا شقه بسمايه. ماكو مشاريع جديده على غرار بسمايه في اماكن اخرى؟ هسه هذا مدينه الصدر زين جواهري علي الوردي يعني الناس خايفه بصراحه سياده المستشار من الاسعار. تعرف بسمايه والاقبال عليها شافت الناس بدت تجربه زينه، سكن بها مريح، يعني لا زالت تحتفظ بكياسه المشروع ونظافه الشقه ونظافه المجمع. مع ذلك السعر تقريبا مناسب والقسط ايضا تقريبا مناسب للموظفين وحتى غير الموظفين. ترى ما راح تصير اغلى من بسمايه. هو هذا اللي نسمع عليه حتى الان. ما راح تصير اغلى من بسمايه. كل المجمعات الجديده اي ما راح تصير. مدينه الصدر المفروض ارخص من بسمايه. والجواهري نفس المستوى مال بسمايه يعني. يعني ماكو خوف من الناس من هاي المجمعات مثل تصير؟ تعرف انت مجمعات وصل سعرها نص مليون دولار الشقه. هاي غير بنص المنصور لو بالكاظمية. بس انا ما ادري. لا هذه مو اقول لك، هو السكن طبقات يعني. اكو الطبقة الميسورة، الطبقة المتوسطة، الطبقة الفقيرة. فاعتقد هذا الشغل كله للطبقة المتوسطة والفقيرة. كل الشكر والتقدير لجنابك لحضورك ولهذه المعلومات القيمة اللي ذكرتها في حلقة هذا اليوم من برنامج بالمختزل. نتمنى أكيد تتكرر بعد شهر رمضان في البرنامج عبر السومرية. كل الشكر والتقدير لك سيادة المستشار. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والتقانا في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين في أمان الله.